السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله معانا قراءة روحانية خطيرة بضربة الودع لمواليد برد الجوزاء. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. بسم الله الكاشف. برد الجوزاء، شايف عندك هنا عندكم فرحة ديالك، هي ديالك خلاص. الفرحة دي هتنسيك الودع، هتنسيك حاجات كتير، هتنسيك كل حاجة، هتنسيك اللي حصل معاك، عشان انتم عشتم في ايام كتيرة ولحد دلوقتي عمالين تعانوا، لان انتم عشتم ايام الماضي صعبة ولغاية دلوقتي بتعانوا منها، بتعانوا من التعب، من قلة الرزق، من الوقف، من التعطيل. محتاجين شخص تتكلموا معاه او يطبطب عليكم، لان شايف جواكم يعني حاجات كتيره نفسكم تتكلموا فيها، مش لاقيين الشخص الصح، مش لاقيين الشخص الصح اللي ترموا عليه حمولكم او تدوه الامان او تتكلموا معاه او يحبكم زي ما انتم تحبوه، مش لاقيين الشخص ده اللي يقف معاكم. شايف البعض بيعاني من خنقه او من حزن، البعض برضه قلبه واجعه، قلبه ما اتخذلته، يعني اتخذلتم من الناس اعطوهم الثقه، حبتوهم، امنتوهم. شايف عندكم هنا البعض المشاكل، يعني المشاكل البعض سمع كلام او الحبيب غدر بيه، لان شايف قلبك مكسور، قلبك حزين مش عارف تعمل ايه. شايف عندك اكتر حدا الحيره، شايفك هنا يعني بتحاول تكون حذر من تكرر غلطاتك السابقة، وحتى أنا شايفك هنا هتبدأ تتعامل بذكاء، بتبدأ تتعامل مع ذكاء مع بعض الأشخاص اللي حواليك، بترتاح، بترتاح مع شخص في الكلام هنا، وهتبدأ تتكلم عن اللي جواك، هتبدأ تتكلم عن كل اللي جواك بدون قلق وبدون خوف. شايف رزق حلو هتهدي لك وهتنبسط بيه، الرزق ده حلو هيدي لك دايلك، وشايفك مبسوط بيه وهتنبسط. وانا شايفك هنا يعني قد ما تكون مهموم ورام حمولك على رب العالمين، بس انا شايف هنا شخص يعني نرجسي بيكون مخطئ معاك في جميع تصرفاته، وانت مش هتكون هنا، يعني شايفك مش هتكون عارف تحط معاه النقط على الحروف. شايفك كده بتبدأ مع شخص بداية جديدة، بتبدأ مع شخص يعني شايفك يعني بتبدأ بداية جديدة. شايف هنا، شايف ان هنا في عندك يعني وحدة بتتدسس عليك، بتتدسس عليك الست دي او الوحدة دي عمالة تتدسس عليك بطريقة فيها نوع من الذكاء، بس احذر الفترة دي من شخص هنا بيحاول يعني يقلب عليك. الشخص ده عايز يقلب عليك الترابيزي، في حوار بينك وما بينه، وعايز يقلب عليك الترابيزة ويقلب عليك كل حاجة، وهو في حوار ما بينك وما بينه يعني، ولكن رب العالمين بينصرك، بينصرك لان قلبك طيب، قلبك صافي، بتتعامل بحسن النيه. في مكالمه تليفون بتديلك من شخص غايب عنك، عندك موضوع يعني فيه امضاء، الموضوع ده فيه امضاء، هتمضي فيه على عقد امتلاك يعني، او لشيء قضيه في يعني حاجه هتمضي عليها، رب العالمين بينصرك فيه لان ممكن تكون قضية. في عندك هنا موضوع يعني نقلة بتتم معك على خير، موضوع نقلة من مكان لمكان هتتم على خير معك بإذن الله تعالى. عندك مناسبة حلوة، المناسبة دي حلوة وبتحضرها وبتحتفل، يعني بتحتفل بشيء يخصك او يخص حد يعني من عتبة العيلة،
بتحتفلوا مبسوطين، يخصك او يخص حد من عتبة العيلة فيها يعني فرحة ومبسوطين فيها. شايف عندك هنا بس عندك حيرة من العالم والناس اللي حواليك، محتار، عندك حيرة محيراك من الناس كل الناس اللي حواليك دول، كني شايف انك يعني شايفك هنا مش عارف تتعامل معاهم، يعني مش عارف تتعامل معاهم بأي أسلوب. بقول لك هنا هيكون عندك مشكل، في عندك مشكل، بس رب العالمين هيقف معاك وهتتحل وهتتحل، ما تقلقش هتتحل بإذن الله. وفي عندك هنا شخص، الشخص ده بيرسل لك رسالة، بيرسل لك رسالة على التليفون وبتكون محتار ترد أو لا، هو عمال يرسل لك أو هيرسل لك أو رسل لك رسالة وأنت محتار ترد أو لا، الاختيار ليك. شايف إن عندك في يعني انفراجات مادية، وفي نفس الوقت في أزمات مادية، عندك انفراجات وعندك أزمات مادية، وده بيدل إنك تكون حريص في أمورك، يعني بيدل لك أو بشرك عشان تكون حريص يعني في أمورك المادية، لأنها تعاني بكسرة عشان المصاريف، خف المصاريف، مصاريفك أكتر من اللازم. في هنا يعني إنسانة شغلانتها القيل والكال، شغلانتها القيل والكال، خليك حذر واحذر، احذر منه واحذر من تصرف يعني يصدر منك عشان محدش يفهمك غلط مع حد. شايف انها هتكون في مكان، في حد مع حد انها تكون في مكان، وهيدخل عليك شخص وهو بيسلم عليك هتكون قاعد وهترد بطريقة يعني هيفهمها غلط، يعني هيفهم كلامك غلط. شايفك هنا يعني وهياخذها بطريقة من الزعل، يعني هياخذ كلامك بطريقة من الزعل. احذر، احذر من شخصيا حواليك. الأول شخص هيحكي عليك يعني كلام بالغلط، هيحكي كلام بالغلط عليك مع حد، والتاني مركز معاك في كل أمورك، في كل أمورك مبالغين. شايفك هنا بتمسكهم وبتفرح، شايفك عندك هدية حلوة، هدية حلوة يعني بتطلع منك لحد، الهدية دي انت اللي بتديها لحد، بتطلع منك لحد. شايفك هنا في بلوك ما بينك، يعني بلوك بيحصل بينك وما بين شخص، بيحصل مش هينفك، في بلوك بيحصل ما بينك وما بين شخص. عندك هنا تغير، تغير عمل من مكان لمكان، في تغير عمل عندك من مكان لمكان، تغير العمل ده، بس النصر موجود عندك، النصر موجود. حاول تحافظ الفترة دي على علاقاتك، حاول تحافظ على علاقاتك عشان النصر موجود معاك، والهم اللي جواك هينزح عن قريب، الهم اللي دواك هينزاح عن قريب. ارمي حمولك على رب العالمين وما تشيلش هم حاجة، ما تشيلش هم اي حاجة. اشخاص حواليك عندهم الغيرة منك، هم كده كده حاسدينك وعندهم اكتر حد الغيرة منك، وكأن شايف ومن عيونهم مليانة حقد وحسد اتجاهك، حاسدينك، عيونهم دي يعني زي اللي بتبخ سم. شفت الأفعى لما تبخ سم؟ هم عيونهم بتبخ سم، مليانة حقد وحسد اتجاههم. شايفك هنا انت هتطلب من شخص طلب وهيمضي ليك في امضى، وهيمضي ليك فيه. وعندك هنا شخص بيحصل يعني بيحصل بينك وما بينه خلاف، انت مش بتحكي عليه لحد، ولكن هو بيدور وبيحكي للشرق والغرب، بيحكي للشرق والغرب. اتنين اوقات يعني شايفك هنا وبتسافر من مكان او بلد مش بتكون مرتاح فيه،
شايف هنا وطالع، يعني هنا عندك ريسك جاي لك، رغم ان شايفك يعني الفترة دي للتاني بتتكركب الامور معاك، المادية. شايف هنا بقول لك شخص يعني هتستحمل معاملاته، البايخة معاك لحد ما تخلص مصلحتك منه، بتستحمل اي حاجة بتستحملها لحدك يعني ما تخلص مصلحتك منه. عندك امور هنا معطلة، عندك امور كذا حدا معاك معطلة، بس رب العالمين هيمشيها معاك قريبا. شخص هنا يعني هيمشيها معاك قريبا باذن الله، شخص هنا بيقف جنبك وبيساعدك، الشخص ده بيساعدك في يعني مبلغ مادي في موضوع معين، وانا شايفك هنا يعني مهم. حاولوا هنا يعني في اشخاص، حواليك يعني يخطوك في احباط، بس انا شايفها تكون عندك القدرة انك تكون شجاع وقادر تقف، شايفك قادر تقف وتندح في امضاء عقد، شايف هتمضي على عقد، مهم بالنسبة ليك. بس انا شايف علاقة ثالثة، بتأثر على علاقتك بالشريك، شايفك بتأثر بعلاقتك بالشريك، في خلاف ما بينك وما بين حد، عندك من عتبة البيت بسبب القيل والقال، برضه القيل والقال، في عندك مناسبة بتتعزم فيها، يعني المناسبة دي بتتعزم فيها. صلى على الحبيب المصطفى، بسم الله الكاشف. شايف هنا حواليك اشخاص يعني هيتعمدوا عندهم يعني وتصرفاتهم معاك بطريقة سلوكية بسبب الغيرة برضو الشديدة. شايفك هتحصل على مكانة اجتماعية مميزة، بس خلي يعني الصبر حليفك الفترة اللي جاية، شايف برضو هنا قلبك موجوع، كتير، وكان شايفك هنا شايل برضو جواك يعني هم او هموم او حزن، مش عارف يعني مع مين تتكلم ومع مين تحكي، امور يعني حواليك يعني فيها عدم انضباط. ارمي حمولك على رب العالمين، لان هو يعني اللي بيريح قلبك من كل الهموم، رب العالمين اللي بيريح قلبك من كل الهموم. شايفك هنا بقول لك عندك شخص يعني متقلب الود، يعني شايف هنا بيكون بينك وما بينه هينقلب بين يوم وليلة، في شخص يعني بينك وما بينه فراق او خصام، بتردع علاقتكم، بتردع العلاقة اقوى من قبل، بس حتى لو ردعت العلاقة فهو لسه عنده النرجسية والأنانية، لسه موجودة. شايف هنا الشخص يعني الشخص ده يعني بيجبر بخاطرك، في موضوع انت يعني بتحتاجه فيه، وشايف هنا عندك طريق سفر هيكون خير عليك، في شخص هنا من المقربين منك، يعني الشخص ده من المقربين منك هيعاني الفترة دي بوعكة صحية، واحذر الفترة دي يعني من منطقة الصدر وتعب المعدة. شايفك انها تحتاج يعني تبرر لشخص موقف صدر منك، ولكن مش يعني الشخص ده مش هيسمع ليك في كل التبررات. وانا عايز اقول لك يعني هنا ما تبررش لحد ملوش أهمية عندك، في عندك هنا مشوار بتروحه وبتتقابل مع حد صدفة، بتسلم عليه أو بتسلم عليه وبيطلب منك رقم التليفون وبيردع يتواصل معاك من تاني. شايفة هنا بقول لك يعني داخل لك شخص،
بعد فترة شافكنا اتعرف عليك، عندك الخير قادم ليك، بس خلي قلبك متسع بالإيمان والثقة في رب العالمين. هتسمع هنا على شخص انه يعني الشخص ده عنده إدمان او عنده حالة، وهذا الشخص يعني بعد فترة شافك هنا بس بعد وبيتعرض عن الشخص ده لوعكة صحية خطيرة. عندك دعوة مستجابة، عندك دعوة مستجابة من رب العالمين، وفي عندك هنا يعني شلال زي ما بيقولوا، شلال رزق، شلال خير ورزق داخل لك هينفتح ليك بسبب الدعوة. عندك الدعوة دي يا رب العالمين استجابها ليك، لأنه شايف شلال خير ورزق داخل لك عن قريب، بتغير مكان وبتغير يعني عملك الفترة اللي جاية. وفي عندك يعني بس خلي إنسانة هنا دي بتتدسس عليك بطريقة غير ذكية، في بلوك بينفك بينكم وبين شخص، عندك نصر، عندك نصر على شخصين، الشخصين دول أزوك وبيضايقوك، عندك نصر عليهم، عندك نصر بإذن الله تعالى، وحقك رادع مهما تم، حقك رادع بإذن الله تعالى. والنقلة من مكان لمكان راح تنتقل، وعندك نقلة عمل من شلال الرزق اللي هتفتح معاك، هتفتح لك كل أبواب الرزق والسعادة بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أحبابي في الله فضلا وليس أمرا يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة يشرفنا اشتراكك في القناة، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو من مس أو من تعطيل أو من تابعة، الرقم أمامكم، اللي حابب يتواصل معنا يتواصل معنا، وإن شاء الله نكون في حسن ظنه، والسلام عليكم.